الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sementara kita tunggu program seterusnya, kita sembahyang sunat dulu. Dan kita penuhkan amalan kita. Hak mana boleh baca sunat dalam sembahyang sikit-sikit tu, bacalah. Baca sikit sembahyang sunat dah. Selah ke dua lah ke. Dah. Bab malam ni sudah tu kita tengok program lagu mana. Saya pun tak tahu juga apa ni lagu mana. Jadi kalau tak ada program apa-apa, kita ambil Quran, kita baca atas masjid kita. Ini kita boleh alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Jadi kita boleh menikmati bila-bila. Tak sudah lagi menikmati dah masjid kita. Kita harap insya-Allah Ramadan ni kita boleh semaya atas ni. Amin. Jadi bangun semaya sunat dulu. Irsyad boleh tutup live apa ni lepas
Hari kita live pula, insyaAllah ibu bapa mana-mana nak jumpa dengan anak dalam live, apa ni, tolong royak nak jumpa khusus kat mana, nak pergi baca Quran dalam live ke, nak pergi anak saya baca Quran dalam live sikit-sikit, insyaAllah kita boleh tolong insyaAllah. Okey, bangun semua bangun semua. Thank you.